وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. مساء الخير دكتور مشعل. وبداية دكتور، يعني المملكة العربية السعودية ردت على مطالبات قطر بتسييس الحج وما قامت به من وضع عراقيل أمام راغبي الحج والعمرة، لكن يعني هذا النهج القطري المستهجن من جميع دول العالم الإسلامي ألا يعد محاربة للعالم الإسلامي بأسره؟ أهلا ومرحبا، حياكم الله تلفزيون البحرين، أشكر الاستضافة. بسم الله وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن المملكة العربية السعودية تشرف بخدمة الحجاج وخدمة الحرمين الشريفين، ولعل ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جعل أنفسهما ووزرائهم وجميع كوادر المملكة العربية السعودية في خدمة هذا المشعر وفي خدمة زوار بيت الله جل وعلا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، ليكون في مأمن ويكون الحاج فيهما والزائر في جميع طمأنينيته وراحته، بأن يقدم كل مناسك الحج والعمرة على أكمل وجه بما يريد الله جل وعلا. والمفارقة في الأمر أن مسألة تسييس الحج الحقيقة هي بنفسها كذبة أراد منها أعداء المملكة العربية السعودية أن تكون سببا لإمرار قضاياهم، ألا وأن الحج هو الحق تجرد الله جل وعلا بأن يكون خالصا لله. قلت والنبيون من خير ما قلت والنبيون من قبري، ولا إله إلا الله وحده لا شريك، ولعل الحج هو الحق يجسد هذه العبودية الخالصة لله جل وعلا. الحج هو الحق في مكان محصور وأماكن معلومة للجميع، هي أماكن ضيقة الحقيقة يستلزم منها أن يكون الحاج متجردا فيها لله جل وعلا. فأي الحقيقة فعل غير ما يصدر من الحاج هو الحق يعتبر هذا في نطاق غير عبادة لله جل وعلا، ألا وأن كثير من الدول الحقيقة التي تطوف وتسعى في الحرمين الشريفين وتأتي إليه زيارات متكررة ترى هذا الأمر جليا في أن المملكة العربية السعودية كرست كل جهودها من عهد المؤسس الملك عبد العزيز وقتنا الراهن في أن يكون الحج على أكمل صورة، لأنها عبادة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، الجميع يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وتصريح وزير الحج السعودي معالي الوزير محمد حينما قال هذه الكلمة ويعلم ما كان تعاهد ولاة المملكة العربية السعودية على أن يكون الحج على أكمل وجه فهي تكرس جهودها. اعلم يا أخي الحبيب أن هناك أكثر من 100,000 عنصر أمني لحماية وتأمين مسالك الحج، كذلك مثل هذه الأعداد 3 أضعاف الحقيقة هي في تقديم الخدمات للحج. المملكة العربية السعودية في الحج تكرس كثير من جهودها وتصرف الصرف العظيم من أجل الله جل وعلا، وأن المملكة العربية السعودية ترى أن في تقديم هذا المنسك بالصورة الجميلة لما يتناسب مع الإسلام وعظمة الإسلام ويتناسب المملكة العربية السعودية هو الحقيقة تجرد الله جل وعلا، وهي لا تماري فيه أحدا ولا تخاف من أحدا حينما تقدم هذا التقديم. ونرى حقارة وقلة والحقيقة السقط والشنار والسوء بكثير لمن يتكلم بخلاف ذلك. نرى أن إيران لربما كثير من سنوات الحج تحاول إفشال هذا الحج، والحق ما تكلم به الأعداء. رئيس بعثة الحج الإيراني قبل يومين هو الحق صرح تصريحا الحق فيه إنصاف يمدح هذا الحج وما تقدمه المملكة العربية السعودية للحاج في هذا الحج وسنوات قبل. هي الحق فيه تناقض عظيم، لأن واقع الحال في المملكة العربية السعودية وما يقوم به رجالات المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان نرى أن هناك تكريس للجهود، وهي لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولكن هذا دينها، وهي حينما تخلص من موسم الحج ترى أنها قدمت عملا عظيما لله جل وعلا. نعم دكتور، يعني العديد من دول العالم الإسلامي حقيقة رفضت هذه الدعوات بتسييس الحج، وتعرف ما هي الأهداف من ورائها. يعني قطر الآن عندما تدعو بهذه الدعوات ألا تحارب هي دول العالم الإسلامي؟ هي تقف خارج المنظومة الإسلامية بهذه الدعوات. هي الحق هذه الدعوة، الحق أنا أستغرب من هذه الدعوة بخاصة من قطر، لأنها تعرف أن الحاج حينما يأتي يقول إلا ألبسني لابس، كيف يكون تسييسه من المملكة العربية السعودية؟ اللابس من قطر ومن كثير من الدول التي تعوق الحاج على أن يتم حجة. المملكة العربية تستقبل كل الحجة. المملكة العربية السعودية لم يحدث في يوم من الأيام منعت حاجا،
هي المملكة العربية السعودية نعم تجعل الأنظمة والقوانين التي تتناسب مع أن الحج الذي تكتمل شروطه أن يأتي إليها بطمأنينة وأمان، وهي الحق ترحب بهذا الأمر وعلى لسان وزير حجها حين قالت هو مرحب بالأخوة القطريين وبالإيرانيين وبالجميع من يأتي إلى وهي الحقيقة كانت المملكة العربية قدمت أمثلة عظيمة. كان كثير من الدول تحاصر من الدول من العالم، ولكن الحاج المملكة العربية السعودية ترفض أن يحاصر الحاج من أراد إلى مكة أو أراد إلى المدينة، وهو الحق ديدنها. المملكة العربية السعودية في هذا العمل تعمله متجردة، وذكرت ذلك سابقا، ولكن الآن حين نرى هذا الفعل نرى أن الحق تقزم السياسة التي تطلق مثل هذه الإشارات. هي الحق لا تستحق الرد عليه سواء من قطر أو من غير قطر. هي الحق هي فشلها في معناها، لأن الحج نفسه الحاج يقول إلا أن لبثني لابس أو حبسني حابس. فكيف يكون إذا تسييس الحج للمملكة العربية السعودية؟ المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.